نعم، يعني يمكن الصورة اللي شاهدها الكثيرين على شاشات التلفزيون قد تلخص المشهد اللي حاصل اليوم في وقت الفوز. عقب ما الله وفقنا وفزنا على المنتخب السعودي في كأس الخليج، لقينا أن مرزوق الغانم وخالد الغانم يتصدرون الصف الأمامي أمام شاشات الكاميرا في غرفة اللاعبين، ومسكين أحمد اليوسف يعني يتشاتفونه، ما يسمحوا له أنه يكون بالصف الأمامي، صار وراهم. وبعد الهزيمة وبعد الخسارات المتوالية في كل الاستحقاقات اللي تلتها، اختفى مرزوق الغانم واختفى خالد الغانم من المشهد، وتركوا أحمد اليوسف يواجه الجمهور بروحه، والغضب الجماهيري والغضب الإعلامي، وهو يتحمل طبعا المسؤولية. ولكن الشخص اللي يبي يقود، اللي يبي يقود الرياضة، اللي يبي يقود في أي مجال، يجب نفس ما أنه يبي يكون في الصورة وقت الانتصار.